السلام عليكم. اليوم نروح الموضوع تاع الملاعب تاع كرة القدم في الجزائر، حيث أنه سوف نقدم لكم عرض كامل وشامل للملاعب الجديدة في الجزائر، تم إنشاؤه من طرف القناة العالمية قناة بين سبور في موضوع الملاعب الجديدة إذن في الجزائر. إذن بدون إطالة نترككم مع هذا الروبورتاج الوثائقي حول الملاعب الجديدة في الجزائر، والسلام عليكم. تقرير حسين بوصالح من الجزائر. من هنا تغيرت الصورة وأصبحت هذه الملاعب الحديثة مرآة للعالم، فبعيون القائمين على شؤون الكرة الإفريقية والعالمية جاء الثناء، ثناء لم يولد من فراغ، وإنما جاء بسياسة مدروسة استثمرت فيه الجزائر في السنوات الأخيرة، أسفرت عن ملاعب بمعايير دولية ستدفع بكرة القدم قدماً نحو مستقبل مشرق يضيء درب الشباب الذين هم عصب الحياة، على حد وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غدا تدشينه لملعب نيلسون مانديلا. احنا الملاعب رانا نديروا فيها الشباب تاعنا باش المستوى تاعو يطلع، تبقى التنظيم ما تنظيم. انا قلتها للسيد رئيس الفيفا ان في حالة ما يحبوا ينظموا ولا مباراة ولا دولية هنا، سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية عالمية، مرحبا بهم ويلقوا المساعدة من جهتنا. إحدى جواهر هذه الملاعب هو ملعب نيلسون مانديلا، صرح رياضي تكفلت وزارة السكن والعمران بإنهاء أشغاله بعد تأخر كبير ميز عملية تسليمه من قبل، هو وعدد من الملاعب اليوم يرى النور، وهو في حضرة روح الزعيم الراحل الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا. ملعب نيلسون مانديلا بني على مساحة تقدر ب 42 هكتاراً ويتسع ل 40 ألف مقعد، مجهز بأحدث التقنيات الحديثة لا سيما تقنيات التحكم والتسيير، به قاعة خاصة بالمؤتمرات تتسع ل 250 مقعد، إضافة لجناح إقامة يضم 50 غرفة. أرضية ملعب نيلسون مانديلا معشوشبة طبيعيا، موجزة بمعايير دولية ومجهزة بتقنية العلاج بالضوء، إضافة لتنصيب شاشتين عملاقتين تنقلان المباراة مباشرة. ويضم أيضا ملعبا خاص بالتدريبات، يجاوره مهبط للطائرات وحظيرة سيارات تتسع ل 2500 سيارة. ملعب براقي الذي دخل حيز الخدمة بمناسبة هذه البطولة، بطولة إفريقيا للمحليين، وأيضا مؤخرا بطولة إفريقيا لأقل من 17 سنة، والتي شهدت أيضا نجاحا باهرا. كل هذا يؤكد أن الجزائر أصبحت رائدة على المستوى الإفريقي فيما يخص الملاعب. نعود لنتحدث أيضا عن الرقمنة في هذه الملاعب، مثل ما قلت سابقا هذه الملاعب تحتوي على تكنولوجيا عالية. ملعب نيلسون مانديلا استعرض نجاحه من خلال بطولتي أمم إفريقيا للمحليين وبعدها بطولة أقل من 17 سنة، فهذه الصورة أظهرت الوجه القادم للجزائر في القارة الإفريقية. في نيلسون مانديلا ما يخفاكمش درنا دو كوب دافريك ثماتيك، الأولى اللي كانت شان 2022 واللي كانت نجحت نجاح كبير، والأوديسات اللي دارت ديرنيارمون غير كيما دارت تماتيك، والحمد لله ثاني أخذت نجاح كبير.
جمالية ملعب نيلسون مانديلا لا تقل أمام ملعب ميلود هادفي بمدينة وهران، ولو أن الاختلاف بينهما يكمن أن ملعب وهران عبارة عن مركب أولمبي يضم مضمار ألعاب القوى وعدد من القاعات الرياضية الكبرى التي احتضنت ألعاب البحر الأبيض المتوسط الصائفة الماضية. واستطاعت عروس البحر الأبيض المتوسط أن تنجح هذه الطبعة بفضل منشآت عالمية. كما تفضلت من ضمن يعني بعد كسب الرهان الأول اللي كان هو رهان الهياكل الرياضية، ونظن أنه هذا شيء أصبح ملموس، شيء واقعي شاهده الجميع ولمسه الجميع واستغله واستعمله الجميع. اليوم يعني أصبح عندنا تحدي ثاني، يعني التحدي هذا راه يعني بمحطات، محطات مضت ومحطات مقبلة. بالنسبة لشيء مضى وكنت ذكرته، يعني نظن باللي راني الكسال الرهان هذا تم كسبه بامتياز، وأصبحت الجزائر ورقة تحسب يعني عند المنظمين على المستوى الدولي وعلى المستوى الإفريقي وعلى المستوى العربي. اليوم أصبح عندنا تحدي ثاني يعني بعد الانتهاء من هذه المحطات، وهي الألعاب العربية بعد غياب لدمعة يعني ما يقارب 12 سنة. نظن باللي الجزائر أصبحت حاضنة للرياضة العربية من خلال هياكلها وتجربتها من ناحية تنظيمية. في مدينة تيزي وزو شهد أيضا صرح رياضي زاد من بهاء مدخل الولاية، ملعب تمتزج فيه ألوان نادي شبيبة القبائل بين الأخضر والأصفر، وكأنه عش جميل لطائر الكناري الذي يلقب به النادي القبائلي. ملعب تيزي وزو هو أول ملعب صديق للبيئة، بحيث يتم رسكلة النفايات مباشرة، إضافة أنه يضم عددا من المرافق على غرار مركز تجاري، متحف، سينما، وأعطى عناية كبيرة لفئة ذوي الهمم. هذه الملعب تيزي وزو مشيد على مساحة تفوق 53 هكتار، فيه المداخل 12 مدخل، وهو محاذي للطريق الوطني رقم 12، يعني تشوف الموقع الاستراتيجي نتاعو. ملعب تيزي وزو يختلف تماما عن ملعب براقي. ملعب تيزي وزو هو ملعب لكرة القدم، فيه ملعب كذلك لألعاب القوى، فيه ملعب للتدريبات، فيه متحف، فيه قاعات للعرض، فيه مراكز تجارية، يعني ما عندوش النشاط الرياضي لا يقتصر على النشاط، يعني النشاط اليومي تاعه هو مضمون، وهو كذلك متنفس للعائلات. بعد ما تم تحويل الملاعب الأربعة بقرار رئاسي من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، تم بدء المشاريع على مستوى الوزارة الوصية وعلى رأسها السيد الوزير، قام بالتدخل المباشر شخصيا في الملاعب الأربعة على مستوى وهران الذي كان قد سلم وقد أقيمت فيها دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط التي كللت بنجاح، يعني الذي أبهر العالم. كذلك بعد ذلك كان ملعب الرقي التي أقيمت فيها التظاهرة الإفريقية والتي كانت قد نجحت يعني بشهادة جميع المتابعين سواء العرب أو الأفارقة أو حتى العالم على مستوى العالم. الآن المحطة الثالثة هي ملعب تيزي وزو. بالفعل ملعب تيزي وزو له بعض خصوصية، هو كان ملعب متوقف إلى أكثر من 3 سنوات، ملعب كان شبه مهجور. بعدما سلم إلى وزارة السكن والعمران قمنا كوزارة وعلى رأسها السيد الوزير برسم خارطة طريق لهذا الملعب، وبالتالي أول شيء قمنا به هو يعني وضع مكتب دراسات من أجل تحيين جميع المخططات وإنجاز يعني دفتر شروط مناسب لملعب متوقف لأكثر من 3 سنوات. وآخر ملعب سيسلم عن قريب ملعب دبيرة الذي سيتزين بألوان نادي بلودية الجزائر، حيث منح للفريق أنجزة على مساحة تقدر ب 35 هكتارا ويتسع لأربعين ألف مقعد، تنتظره رتوشات بسيطة لتسليمه ليلتحق بالجواهر الثلاث الأخرى.
دراسة مشاريع الملاعب كانت بسواعد محلية خالصة وبعناية كبيرة من وزارة السكن والعمران التي وجهت تعليمات للمهندسين بضرورة الالتزام بمعايير البناء المضادة للزلازل والفيضانات، وهذا ما أكده الوزير محمد طارق بالعريبي. إنجزت وزارة السكن المرافق الرياضية الكبرى على غرار ملعب نيلسون مونديلا ببراقي بالجزائر العاصمة ذو سعة 40,000 مقعد، والمركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران، وملعب الدويرة وتيزي وزو بسعة 50,000 مقعد وفقا للتدابير والأحكام المقاومة للزلازل. مشاريع لن تتوقف عند حدود الملاعب الأربعة، بل ستعرف الجزائر تشييد وترميم منشآت أخرى على غرار إعادة تجديد ملعب الخامس جويلية وإعادة ملعب عمر حمادي وملعب حراش، والإرادة أكبر من هذا وهي أن تتزين كل ولاية بملعب حديث يليق بها. أكفاء فقدوا البصر ولكنهم لم يفقدوا البصيرة.